الله 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 يا ولاد اللذينة، جبتوا الاكل ده منين؟ حماتك بتحبك يا سيد، يلا تعالى بص معانا في الفسفور. هيكون من بيتنا قال يا سيد. الله، امال فين الكاميرات اللي ناقصه حطها لنا في الحمامات؟ ازاي ما جابكوش وانتوا طالعين بالاكل ده كله؟ تصدق يا ابو السيد ده كله شغل بكش. لا يا الكاميرات شغاله يا سيد وكل حاجه، بس اللي قاعدين في المطبخ شغالين اكتر. بالاخر يا سيد شبهنا غلابه زينا، صعب عليهم وقفتنا طول النهار. ايوه يا جماعه، بس دي كميه فوسفور جامده، احنا هنتعب بعديها ياما. يلا بسم الله. كبسه. كبسه ايه؟ اهدى بس يا سيد، دول هيضيعوا الفوسفور. بريفيت برختيتي. دفاي دفاي دفاي. يا لهوي ياما، دول مش هيضيعوا الفوسفور بس، دول هيضيعوا البلد بحالها. مساء الخير يا مساء الفوسفور. لولا يا قد كده الدنيا ضيقه. النظام وات؟ طب ايه الحوار؟ وات استهبال؟ وات ار يو سيين مازفكر؟ يا بنت الجزمه اهدي بالذات بقى، انا عارفها بسمعها من ايام ما كنت بروح سيما علي بابا. يا لولا يا لولا يا لولا. نعم يا سيدي. انا سيدك ايه بس يا شيخه؟ مش اللي يجيب بضاعه اتاكد ان هي صالحه لاستخدام الادام الاول؟ مفيش اي تفاهم بيني وبينها من اي نوع. بيني وبينك انا كمان مش فاهمه منهم حاجه خالص، بس الزباين مبسوطين منهم قوي، طلب عليهم جامد. ايوه يا حبيبتي دول اجانب في بعض، لما يكون عندك طلبيه لحد ابن بلد زيي بتيجي بالمترجم بتاعها، دي بمترجمها معروفه يا ماما. طب استنى اشوف لك مترجم في الرجاله اللي قاعدين جوه يخيبك. ترجم جاي وهتستلقي وعدك النهارده. اصبري ابعدي عني، نفسي قفلت منك بكيف تتعلم الانجليزيه بتاعتك دي. وات بيت ام غبا الاجانب دلوقتي؟ احنا عندنا بروبلم انا وانت مش نافعين بقى. واخد مترجم يجي واخد ليله مبسوط، انت افعى واحد زغروطه. سكي على المترجم يا ليلى دارت.